هل هي اللي دفعتك في الرياضه وانك تبقى فعلا كابتن وبعد كده معلق وانك مقدم برامج ناجح كل الحاجات دي، هي كان ليها دخل في الموضوع ده؟ طبعا، يعني هي والدتي الله يرحمها، انا كنت دايما، لان هي زي ما بقول لحضرتك هي ربتنا. انا بالنسبه لي كنت 7 سنين، انا ليا اختي كرمان هلال محمد شلبي، دي كانت مدرسه ودي الوسطانيه. كرمان ده اسم تركي بقى ولا يوناني؟ تركي. واخويا الكبير هاني ده دكتور. فانا كان نفسي اعمل لها اي حاجه تفرحها، يعني اي حاجه في النهايه احس ان هي فرحانه. فيمكن سعي بقوه ان انا اخش مجال الميديا والاعلام والكلام ده كله، كان نفسي ان هي تشوفني حد مثلا الناس بتشاور عليه او كذا او كذا بشكل او باخر، يعني عشان اسعدها هي. يعني كان املي ان انا ممكن ابقى حد الى حد ما معروف، ان انا اخليها هي تشوفني تبقى سعيده. وبالفعل هي اما قدمت في التلفزيون ومش عارف ايه وحكايه وروايه، كانت هي دايما ورايا في كل حاجه، وكانت هي اللي تختار لي هدومي وانا نازل في الاختبارات الاولانيه بالذات يعني. وكنت دايما لما اروح هناك اكلمها في التليفون تقول لي عملت ايه، يعني كانت دائما متابعه قويه جدا، وكانت تديني نصح. هي كانت على قد ما هي ما كانتش متعلمه تعليم عالي، لكن كان عندها عمق تعليم الحياه وعمق خبرات الايام وعمق الزمن اللي كان فيه كل حاجه جميله ومحترمه. فكانت دايما تاخدي حضرتك القيمه من الجيل ده، الجيل ده هو اللي ادى القيمه. انا امي كان رحمه الله عليه والدي، لما كانت تناديله في البيت كانت تقول له يا هلال بيه في البيت. يا خبر ابيض، والله العظيم تقول له يا هلال بيه، كان في احترام. يقول لها يا نعمات هانم، مش قدامنا، قدامنا ومن ورانا. الناس ممكن اللي بتتفرج علينا دلوقتي تقول لك يا عم فكك بقى انت، هتقول لنا لا 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 فكك، ده الاحترام. انت لما تشوف ابوك وامك بيتعاملوا كده قدامك، طبعا ده بيديك قيم كتيره جدا في حياتك، جدا طبعا. بتبقى انسان في كل مناحي الانسانيه. لكن المنطقه بقى اللي احنا فيها دلوقتي، تلاقي واحد رجل على رجل وابوه قاعد والسيجاره في ايده، ويجي ابوه يكلمه لا ما فكك بقى انت، حاجات كده.